خانت صديقتها، على ان اقرب الناس ليك هو اللي يضرك لان هو اللي يعرف عنك الكثير، عن. لكن النهارده بنحتفل بيوم الصداقة العالمي. الصداقة مش لازم تبقى عشان مصلحة، الصداقة دي حاجة رائعة. انا بعتبر ان الصديق الوفي هو دكتور نفسي ولكن بدون اجر. انت بتروح وانت تعلم انك تحادث نفسك. ازاي نوصل في ظل كل هذه التحديات بان احنا نختار الصديق؟ معنا ومعكم على الهواء الاستاذه الدكتوره رانيا نظمي، استاذ بكليه الاداب، والحقيقه بشرف بوجودها دايما معانا. اهلا وسهلا بيكي. دكتور خليني يكلميني في البدايه، يعني ايه صداق؟ لو جينا للصداقه فالصداقه مشتقه من كلمه الصدق، والصدق هو الإخلاص، الوفاء، المحبة بلا نفعية. ويمكن الفلاسفة، يعني طبعا أرسطو كان بيتكلم ويقول إن الصداقة كانت على 3 أنواع، يعني قال صداقة نفعية وهي بتنتهي بالمصلحة، وده نوع من الصداقات بنشوفه، صداقة اللذة أو المتعة، إن أنا بستمتع مع صديقي في فن معين، في موسيقى معينة، في لعبة معينة. اما الصداقه اللي حضرتك بنتكلم عنها المثاليه اسمها صداقه الفضيله، اللي هي لها قيم، لها اسس، لها معايير انسانيه، لها نوع من التبادل الغير النفعي، اللي هو ان الانسان عندما يضيق لا يجد الا امامه صديق يحكي له ما بخاطره. الله، عندما يضيق لا يجد امامه الا الصديق. طيب انا بقيت احس في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده انه من عجائب الدنيا السبع ان تجدي صديق صدوق زي ما حضرتك قلتي. يعني اقول لك ايه، حتى في خلافه، لان آية المنافق ثلاث اذا حدثك بالظبط، واخرها اذا يعني اؤتمن خان بالظبط. نعم. فطب انا اختاره ازاي؟ احنا بنشوف كل يوم ناس معارف، تمام، لكن انا اختار دكتوره رانيا تكون صديقتي ازاي؟ على اي الاسس اللي انا اقول هل المواقف، هل الشخصية، هل علاقتها بالآخر، أنا شايفاها بتتعامل مع الناس إزاي، هل بعض الخصال الشخصية فيها ولا أعمل ولا إيه؟ لو جينا في الأول قلنا الصداقة، يعني لو جينا لكلمة الصداقة ونربطها معلش باحتفالية اليوم العالمي للصداقة، هو أول حد ناشد اليوم العالمي للصداقة أو كده كان في برجواي، كان سنة 1958، وكانوا مسمينه اليوم الدولي للصداقة، وكان أساسه بداية اللي هو التنوع الثقافي، يعني أنا ممكن أصادق من بلد غير بلدي، يبقى في نوع من تبادل وهو ثقافات أساسية، ثقافات لتبادل السلام بين الدول بعضها وبعض. بعد كده 2011 بقى لما هيئة الأمم المتحدة بدأت تتكلم على الصداقة اللي هي بمفهوم الاحتفال باليوم العالمي للصداقة، كان في بعض الأطروحات اللي قالت إن الصداقة فيها، يعني بعضهم قالوا إنها نوع نفعي أو تجاري عشان يتبادلوا المعايدات والبطاقات المعايدة بين أصدقاء بعضهم وبعض. لكن هو في الحقيقة لو جينا للصداقة فالصداقة لها معايير وأسس، منها أولا ليس بالضرورة الصداقة إن أنا أصادق واحد من نفس ثقافتي، أو أصدق واحد من نفس سني، أو أصدق واحد مثلا ممكن من نفس مستواي الاجتماعي. الصداقة لها معايير مختلفة، أولها ما يعني نرجع للأديان السماوية اللي كلها أرست معنى الصداقة، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيحث على الصديق، وكان أبو بكر الصديق صديقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أول حاجة في الصديق أن يصدق صديقه وأن يعتمد عليه في أن كل ما يقول له من حديث أو صدق. ويمكن في حديث الإسراء والمعراج لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحكي للصحابة في المسجد وضع ما حدث له، كان فيهما الدهشة، وإنما من كان يقول صدقت يا رسول الله وأبي بكر الصديق. لا إله إلا الله. دي واحد. في الأديان في المسيحية نجد أن السيد المسيح يدعو إلى المحبة، والمحبة بين الصداقة، فرمز الصداقة أن بيننا وبين بعض لابد أن يكون حب. في اليهودية الصداقة بمعنى الإخلاص والتعاون، أن يكون فيهم تعاون وإيه ترابط. جميع الأديان يعني. فالأديان السماوية كلها تدعو لهذا. إذا إحنا لو أخذنا المعايير دي هتبقى المعايير اللي إحنا نختار بها الصديق، إن أنا أختار صديق يكون صادق، لأن إحنا بنقول أن الصدق طبعا يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة. أيضا الصديق معيار صديقه، بمعنى الرسول صلى الله عليه وسلم قال زي حامل المسك ونافخ القنين،
يعني الصديق اللي بيحمل مسك انا ريحتي بتتعطر بهذا المسك. اما نافخ الكير اللي هو بينفخ في زي المشاكل في النار هتلاقي انك انت لبسه حاجه رماد. فالانسان عين صديقه. يعني انا لو شفت مثلا انسان له قدر وله مكانه ويقول فلان صديق فلان يبقى اكيد صديقه شبهه. فالتشابه هنا جزء من المعايير. وبعدين في نقطه يعني الصداقه لا تنشا بين يعني حين واخر يعني طرفة عين. الصداقه مواقف. صح دكتور. الصداقة تبدأ من الطفولة، وأنا بعتقد إن أكتر ناس بيبقوا في قلبك هم أصدقاء المدرسة، الجيران، الحنين اللي إن أنا أشوفهم يعني. ولا من الممكن إن حد تعرفيه قريبا ويكون قريب إلى قلبك وأكثر بكثير من الإخوات؟ الصداقه يعني احنا يعني الصداقه فيها نقطه مهمه جدا. حضرتك لمستي حاجه، يعني هل الزمن هو اللي بيولد بيحتفظ بالصداقه ام ان المعرفه السطحيه؟ انا برضك ما اقدرش اقول في حاجه معياريه نقدر نحكم بيها، لان في ناس كتير جدا منذ الطفوله كان لهم اصدقاء وجات مواقف ما اكتشفوا ان هم ليسوا اصدقاء بحق. ايضا ممكن ان هنا قبل انسان في مرحله ما من عمر الانسان وتتعاملي معاه في عدة مواقف فتجد انه اقرب احد لك. فانا اعتقد انها يعني زي ما بيقولوا هي من علم النفس اللي هي نوع من التبادل الاجتماعي، من التعاطف والمشاركة الوجدانية، من تألف الارواح بعضها ببعض. لان طبيعي ان انا مش هعرف صديق او حد هيتعرف على صديق له الا اذا كان بيشاركوا بعض الاشياء، لابد ان يكون فيهم قاسم مشترك. بس مش ممكن اثنين اصدقاء وكل واحد له اتجاه حتى لو كان هناك تنوع ثقافي، لكن الثقافات دي بتلتقي عند مفهوم الانسانيه. ومن هنا نقول ان يوم الصداقه العالمي ابتدى يحيي القيم والانسانيات من خلال تعامل البشر بعضهم ببعض. خليني اكلمك يا دكتور كمان عن ازاي بنبني جسر الصداقه. يعني ممكن نتعرف مثلا في وسيله مواصلات، في عمل جديد، في مجتمع، انا عشان ابني جسر ممتد بيني وبينك، هل الابتسامة أول حاجة تذيب جبال من الجليد بيني وبينك فتبتدي المعرفة، ولا ليس بالضرورة برضو الموقف؟ لا، ممكن الابتسامة، ممكن النظرة، ممكن الإعجاب بشيء حد لابسه، بشيء كلمة قلتيها، بشنطة مسكاها، بحاجة. فحقيقي تبادل الأطراف. أصل إحنا مثلا ممكن بنقعد في أماكن بنلاقي ناس كتير، لكن اشمعنى بتختاري حد معين؟ صح. هو اللي بتكلميه، دي بتبقى حاجة كده نوع من انواع تقابل الارواح، فنقول الارواح جنون مجنده يعني، فهي فيها التناسق او التشابه الروحي اللي هي حاجات بتكون في الذات او في اعماق الذات. احيانا بيكون احساس الانسان صحيح، واحيانا بيكون احساس الانسان خداع، فدي شيء ما اقدرش اقوله معيار. المصالح تتعارض مع الصداقه؟ يعني عندما تتعارض المصالح الصداقه تنتهي؟ انا في نظري بصراحه، لان المصالح يعني انا لو معلش دي بنسميها زي ما قالوا الفلاسفه اسمها صداقه نفعيه، يعني بمجرد انتهاء مصلحتي انتهت الصداقه. زي بالظبط صداقه اللذه، يعني ممكن اروح تمرين رياضه او اروح اكون بقى في لعبه ما او في اي كورس معين واصاحب مع حد في الكورس ده، ودي اسمها صداقه ايه نفعيه بمجرد ما يعني او صداقه لذه، ان احنا بنتعاون في كذا وكذا، مجرد ما انتهت المصلحه او انتهت النفعيه بهذا خلاص احنا ما فيش الارتباط. لكن صداقه الفضيله، ولذلك الفلاسفه قالوا ايه، الفضيله وسط بين الرذيلتين، يعني انها تقرب وتبعد في نفس اللحظه. هل هناك صداقه بين الرجل والمراه؟ انا اعتقد في المجتمعات، يعني احنا في مجتمعنا ده لو بصينا ان الصداقه هنا اساسها الاحترام طبعا، واذا كان هذا الاحترام متواجد فما المانع ان هنا تكون صداقه تقوم على التقدير والاحترام والتنوع والفكر والعلم وتبادل الاطروحات والثقافات، فده شيء لا يمنع. لكن هنا لو انا بصيت الابتذال والمهانه صح. فطبعا دي ما تعادلش الصداقه. قولي لي، صداقة العمل صداقة قوية ولا تضارب المصالح يفسدها؟ هو صداقة العمل أنا بعتبرها زمالة وليس صداقة. يعني بعد سنوات يا دكتور بتتحول لصداقة خلاص. إحنا
يعني احنا زبنا في بعض، يعني انت بتقضي وقت في الشغل اكتر كتير ما بتقضي في بيتك، فالدنيا بتبقى يعني في بعض الزملاء اصبحوا اخوات فعلا. يعني صداقة العمل مهمة جدا، لكن فيها اذا كان احنا عندنا ثقافة العمل الجماعي. أيوة. يعني ممكن في الاعمال الجماعية او المشتركة جماعيا زي شغلنا كده، احنا عندنا عمل جماعي قسم معين. مجموعة معينة، مشروع بحثي معين. صح. مجموعة بتشتغل، بتبقى منظومة ما فيهاش ايه، كله بيكمل بعضه. لكن لو الصداقة كانت في مجال في تنافسية، فانا اعتقد التنافسية ما اقدرش اسميها صداقة بمعنى الصدق والإخلاص، لأن التنافس طبيعي إن حد عايز يبقى أحسن من حد. أخيرا، زوج وزوجة ممكن يتحولوا لأصدقاء، وهل ده حاجة صحية ولا غير صحية؟ لهم لو تحولوا لأصدقاء هنقضي على نسبة الطلاق في المجتمع المصري. دي حقيقة بجد، لأن الصداقة هتخلي كل واحد فيهم بيتعامل مع الآخر بالصدق والصراحة، وإن هو بيتكلم صاحبه بكل ما هو يقول في نفسه، وفي نفس الوقت هيبقى برضك حتة الموضوعية. يعني أنا مش هبص على أنه أنا حق ليا، أو هو هينظر إلى أنه حق آخر له، أو أن الأمر فيه نقد أو كذا. لأن دايما الصديق لما بيشكي لصديقه بيقول له الحقيقة مطلقة عارية بدون أي غطاء، وبالتالي إذا هو لم يقدر ده لا، يعني ما بقولش يستاهل أنه هو يبقى عليه. فدايما نقول أن هنا الصداقة بتبدأ من معيار قبل، يعني قبل ما انا عارفه طباعك الحسنه يعني مفيش انسان كامل. طبعا. يعني حتى لو اصدقاء بيجي لحظه تقولي ده لو مثلا انا زعلانه منه او في موقف ما، فبنقول تحمل العيوب وتحمل الشخص بعيوبه والتعايش معاها، ده بناء قوي للصداقه. نورتيني وشرفتيني الاستاذه الدكتوره رانيا نظمي، ومزيد من التوفيق ومزيد من الحب والصداقه بين الجميع ان شاء الله. وهو رمز الصداقه طبعا، يعني لا ده انا بشرف دايما بالدكتوره رانيا، يعني انا بعتبرها صداقه. عايز اقول لحضرتك ان انا يعني 99% من ضيوفي هم اصدقاء، يعني كانوا ضيوف ثم تحولوا اصدقاء. نعم. وهذا اجمل ما في عملنا، انه المساله ما تبقاش، ولذلك بيبقى عندك حصيله كبيره عن ضيفك لانك تعلميه وتعرفيه جيدا. وهذا نجاحك ونجاح قناه اسكندريه ونجاح البرنامج بوجود المذيعه المتالقه دايما الاستاذه امل صبحي. شكرا دكتوره رانيا نظمي. وبكده بنكون وصلنا للختام، ودائما ببسمه امل بيكون الختام، على امل لقاء في الاسبوع القادم. ومن العاصمه الثانيه الاسكندريه كانت معكم أمل صبحي.